عموما الإجازة الأساسية هي اللي بتفتح لك الأفاق بيرسبكتيف للمسار. والإجازة التطبيقية اللي هي عموما 3 سنوات والخروج إلى سوق الشغل. الاختلافات الآن نجم تعمل إجازة أساسية وتخرج بعد 3 سنوات سوق الشغل وتنجم تعمل إجازة تطبيقية وتتعدل الماستر مربوطة بنتائجك الدراسية على المستوى الجامعي. الإجازة الأساسية قلنا في نسبة كبيرة تعدي للماستر، نجم تكون ماستر بحث وإلا ماستر مهني حسب نتائجك وحسب طاقة استيعاب كل ماجستير، سواء كانت موجودة في المؤسسة الجامعية اللي تقرأ فيها وإلا في مؤسسة جامعية أخرى خارج يعني الكلية متاعك. وإذا كانت عديت للماستر البحث باش تفتح لك أفاق للمواصلة في الدكتوراه. وإذا كان خذيت ماستر مهني هو 5 سنوات والخروج إلى سوق الشغل. لكن نجب نعمل أنا إجازة تطبيقية وفي نهاية السنة الأولى أتحول عبر الباسريل واضح الى الاجازه الاساسيه، نكون ليسانس ابليكي بعد العام الاولاني نجم نتعدل الفاندامنتال اذا كانت تكون نتيجي ممتازه ونتعدى للاجازه الاساسيه. نتيجي ممتازه يعني سينو نتيجي في ممتازه سنه ثالثه نتيجي ممتازه نجم يعني نكون ماجور دو بروموسيون في الكليه نتاعي. واضح. نصيحه الكوتش اليوم باش نربطوها بتسجيل الاختيارات بالنسبه للطلبه الجدد. لاحظنا اللي عنده تعمير الاختيارات يتفاجئوا بعض الطلبة اللي لم تقع الاستجابة لطلباتهم ويقع دعوتهم للتعمير في الدورة الثانية مثلا إذا كانوا ما ينتموا للدورة الأولى ولا الدورة الثالثة إذا كانوا ينتموا للدورة الثانية. علاش؟ لأنه لم يقع التركيز ولم يقع تسجيل التأكد من تسجيل الاختيارات. اليوم بالنسبة للطالب الجديد يزمو يركز شوية وقت اللي يعمر بطاقة الاختيارات متاعه، بطبيعة حال ينزل على تسجيل الاختيارات واضح وينتظر ما يغادرش، ينتظر حتى يخرج له في الأسفل على اليسار في الأسفل رمز الإيداع، هذاك دليل على تأكيد الاختيارات في السيرفر باش نجمو وزارة التعليم العالي تستجيب له لأحد المطالب متاعه. واضح. مشكور سي رضا الشتيوي، مشكور على النصيحة هذه.